السلام عليكم. انا واحد الجروب كنجيو من بني ملال عند الرئيس زيد لهنا البراج ديال بين الويدان، وتنقضيو النهار هنايا بلابيش على ترين. لابيش على ترين عندها دي رابالا، كل رابالا عندها الشكل ديالها بحال هادو اللي طوال اللحيه، هادي كتمشي في الفوندو. لا هادو اللي عندهم طوال اللحيه ديالهم، وهادو اللي شويه قصار كيبقاو في الوسط. ولا ترين هي كتطلقها وكتخليها بواحد 20 متر ولا هذا، والبرك تيتم غادي بواحد السرعه محدوده، ما زايده ما ناقصه، باش يبقى على حساب لا ترين موين. وهذا النهار بحال هكا راه كندوزو. دابا حنا النهار حنا غاديين دابا، الله يجيب التيسير وهذا الشيء اللي كاين. سي عبد الرحيم، انت هو تنقدموك سي عبد الرحيم. حاج عبد الرحيم، احنا مجموعه ديال الاخوان اصدقاء تنصيدوا الحوت، تنطلعوا للبراج بين الويدان دائما في الويكاند باش نحيدوا علينا الضغط ديال الاسبوع ديال العمل، وباش نشوفوا هذه المناظر الخلابه اللي كاينه في براج بين الويدان، مناظر روعه بمكان، وفي نفس الوقت نتمتعوا بالهوايه ديالنا المفضله اللي هي الصيد بالقصارى. وتنصيدوا بطريقه لاترين مع الرئيس زيد اللي هو محترف في هذا المجال، واللي بالتعليمات ديالو والتقنيات اللي تيعرف تيزودنا بها وتيعاوننا باش يطلع النهار ديالنا في الصيد يطلع مزيان. ولا لا باش لا ترين كطلع بواحد الشكل ممتاز بالفضل ديال الرئيس زيد، لانه كيعتمد على السرعه اللي خصها النوع ديال لاباش، والاماكن معرفه خاصه باماكن تواجد السمك، بالموقع ديال تواجد الكيفان في البحيره ديال بالويدان، والاماكن اللي كتعطي واحد الطابع توبوغرافي وجيولوجي اللي كيعطينا ديك الحيتيات العلميه اللي كتشكل المخازن ديال هذا النوع ديال الاسماك اللي كتصيد بلادخال، وهي البلاك باس اولا والبروشي. فضل التجربه والحنكه، فاحنا كنقوموا بواحد العمل مزدوج، ما هو نفسي ترفيهي وما هو نفسي هوايتي. فهذه الهوايه ديال لاباش كنصحوا بها الناس اللي عندهم ضغط نفسي، لا من ناحيه الشغل ولا من ناحيه الحياه الاجتماعيه العامه، فهذا النوع ديال الخرجات وما يسمى بعلم النفس بلا بسيكوميتري راه عنده واحد الدور فعال في انتاج وتخفيف الشخصيه ونفسيه الانسان، حيث ان في العوض فاش يمشي العياده الطبيه ديال الطبيب النفساني او الطبيب البسيكونورو فيجي لهنا، الاجواء العامه لا من ناحيه المناخ ولا من ناحيه الطوبوغرافيا ولا من ناحيه السياحه على الماء اللي عندها واحد الجمال، يا واحد رائعة جدا، وبالخصوص السياحة الجبلية اللي كتعتمد بواحد الخصائص طبيعية جد مهمة لصحة الإنسان ونفسية الإنسان. ومن أهم الأشياء الصيد في ليزودوس، وحنا بصدد هاد العملية اللي كنقومو بعملية لاباش على تخان بقيادة الرئيس زيد، اللي وراء إشارة المحبين ولا الهواة ولا الناس اللي عندهم ضغوط نفسية في حياتهم. فمرحبا بكم في الموقع وهذا الموضع منطقة أزيلال وويزرت، مكان رائع رائع جدا، وكتعتم مثابة خرجة صحية تفيد النفس والجسد في شتى الاشياء. وشكرا. يا سلام يا سلام، بصحة السي عمار مقصر معنا. انا كنشوفوا النتيجه ديال بلاك باس سيد باه سوية
الصيد شو هادي فينا لاصقاش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.